السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في شرح جديد. اليوم سأشرح لكم هذا الموقع إخواني، كما تلاحظون فهذا هو الموقع إخواني أخواتي، طريقة التسجيل في هذا الموقع. هذا الموقع يدفع بالبيتكوين أخي، ولن تحتاج للتسجيل بالجيميل ولا بالباسورد، ما عليك سوى وضع محفظتك البيتكوين هنا. يجب عليك وضع محفظة البيتكوين أخي، هذه هي محفظة البيتكوين، ثم تقوم بالضغط هكذا أخي الكريم. ثم تدخل إلى الموقع مباشرة، لقد تم الدخول إلى الموقع كما تلاحظون. هذا هو الموقع، فالموقع إخواني أخواتي مباشرة بعد الدخول يعمل بهذه الطريقة كما تلاحظون، فهو يجمع لك النقاط بهذه الطريقة إخواني أخواتي كما تلاحظون، فهو موقع يدفع بالبيتكوين. هذا هو شكل الموقع كما تلاحظون إخواني أخواتي. إخواني عندما تصلون إلى 28 بيتكوين هنا، فما عليك سوى أن تقوم بضغط هذا الرصيد للموقع بضغط هذا أخي الكريم، ثم يجب عليك تجاوز هذه الكابتشا، ثم تقوم بضغط كليم هكذا وسيضيف لك الرصيد إلى الموقع مباشرة، سيدفع لك هذه النقطة التي قمت بجمعها. وأنا قد وصلت هنا إلى 6200 نقطة في البيتكوين إخواني أخواتي. طريقة السحب، الضغط، تقوم بالضغط على ويلدرا وهكذا وهكذا ستقوم بالسحب في هذا الموقع بهذه الطريقة، تقوم بالضغط على ويلدر أخي الكريم. ثم تقوم، يجب عليك الحصول على 1000 ساتوشي كما تلاحظون، وتقوم بنسخ. عندما تصل إلى 1000 ساتوشي يجب عليك الحصول على 0.0001، يجب أن يكون هنا 1 أمام 16، ثم تقوم بنسخ هذا، ثم تضعه هنا، ثم تقوم بوضعه هنا أخي الكريم، ثم تقوم هكذا، ثم تقوم بالضغط على ويلدرا وسيضيف لك المبلغ مباشرة إلى محفظتك في البيتكوين كما تلاحظون. فالموقع إخواني إخواتي، وهذه هي طريقة العمل على الموقع، وهو الموقع بسيط جدا إخواني كما تلاحظون، فهو يقوم بجمع مجموعة من النقط إخواني كما تلاحظون. وهذا هو الموقع إخواني كما تشاهدون، الموقع بسيط جدا، وأتمنى لكم التوفيق إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.